ما حكم مانع الزكاة وفي كم تجب الزكاة؟ وما هي أنواع المال وما أنواع المال الذي تجب فيها الزكاة؟ أما حكم مانع الزكاة فهو مرتكب لكبيرة ويجوز قتاله أو يشرع قتاله، لحديث عبد الله بن عمر المتقدم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وأيضا أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني قتالا ببعضها عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. ثم إن في الصحيحين بل نذكر الآية التي يعني نذكرها قبل الصحيحين: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتقوى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بما كانوا يحسبون. هذا ما كنتم لأنفسكم. طيب، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا أيضا الأحاديث أنه الشخص يتبعه ثعبان فيتبعه حتى يقضى مهده ويقول له: من أنت؟ فيقول: أنا مالك. فالله المستعان. أما ما تجب فيه الزكاة فإنها تجب في بهيمة الأنعام، في الإبل وفي البقر وفي الغنم، والغنم يشمل المعزة والضأن. طيب، وهكذا تجب أيضا في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وتجب أيضا في أربعة، تجب في أربعة في حديث معاذ، يعني ليس في يعني أربعة، إنما تجب في أربعة أي من الثمار، تجب في البر والشعير والزبيب والتمر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله خير. بارك الله فيك.